مصرع عدد من القيادات الحوثية والعثور على معمل لتصنيع الألغام والمتفجرات داخل أحد المساجد بمدينة الحديدة. ميليشيات الحوثي تواصل زرع الألغام والمتفجرات واستهداف المستشفيات والمنشآت والأحياء السكنية. الميليشيات تحول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى فرصة لنهب الأموال وتحشيد المزيد من المغرر بهم للقتال معها. 3:30 بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. تمضي ميليشيات الحوثي الإرهابية في غيها واستهداف البنى التحتية والمصالح العامة وقصف المدنيين في مختلف المناطق التي تقع تحت سيطرتها بقوة السلاح، حتى أن بيوت الله لم تسلم من أذى هذه الفئة الباغية، فيما يواصل رجال القوات المشتركة للمقاومة اليمنية والقوات الحكومية تأمين المناطق التي طردوا منها الميليشيات، ويمضون في تحرير المناطق التي لا تزال تعبث بها الميليشيات بعد أن عقدوا العزم على تخليص الوطن من شرور هذه الميليشيات ومشروعها البغيض والدخيل على الشعب اليمني. لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم، على رأسهم شقيق الناطق الرسمي للجماعة، وجرح آخرون على يد أبطال المقاومة اليمنية داخل الحديدة. مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أكد أن عناصر الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل بعملية انتحارية صوب الأحياء المحررة والقريبة من جولة يمن موبايل، إلا أن الأبطال من اللواء الثاني حراس الجمهورية كانوا لهم بالمرصاد، مؤكدا مصرع وجرح معظم المشاركين في تلك المحاولة البائسة. في السياق ذاته سقط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح بقصف مركز استهدف تجمعات مسلحة لهم في حي الربصة، فيما تم استهداف تحركاتهم في معسكر الدفاع الساحلي بغارة جوية بعد رصد دقيق لتحركاتهم. ونشرت قيادات وناشطون حوثيون تعازي للناطق باسم ميليشياتهم المدعو يحيى سريع بمصرع شقيقه حميد سريع في معارك مدينة الحديدة. لذلك لقي القيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابي أبو حيدر الشريف مع عدد من مرافقيه بمدينة الحديدة مصرعهم. مصادر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أكدت أن القيادي الحوثي الصريع المدعو أبو حيدر الشريف يعمل مسؤول التعبئة والتحشيد في منطقة خولان بصنعاء للزج بالمغرر بهم في محارق الموت بالحديدة. وتواصل معارك الساحل الغربي وتحرير مدينة الحديدة تتواصل أيضا، ويخوضها أبطال المقاومة الوطنية بإسناد من التحالف العربي، ويواصلون حصد رؤوس قيادات ميليشيات الحوثي الميدانية مع عشرات من عناصرهم ومقاتلهم واستسلام عشرات المغرر بهم. عثرت فرق الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة على معمل بدائي لصناعة الألغام والمتفجرات المموهة والمختلفة الأشكال والأحجام تابع للميليشيات الحوثية داخل مسجد قيد الإنشاء بمدينة الحديدة. كانت تستخدمه ميليشيات الإجرام الحوثية لصناعة الألغام في جامع. بتمشيط أبطال المقاومة اليمنية للجيوب الحوثي المنتشرة في كل حدب وصوب داخل مدينة الحديدة، يتكشف يوما بعد آخر مدى حقد ميليشيات الحوثي على اليمن واليمنيين. فها هو المسجد بات معملا لصراعة الألغام والعبوات الناسفة. الطلاسم التي كان يلقيها عليهم سيدهم كاهنهم حسين بدر الدين الحوثي. هذا ليس إلا وعد ووعيد الحوثي، أما الله فإنه براء مما تقوم به هذه الميليشيات، فكيف لمن قال في محكم كتابه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وكيف لمن يستهدف الفرد أن يتمسك بشعار الإسلام الذي يشترط أن يسلم الناس من لسانه ويده. إجرام بحق الله وإجرام بحق الإنسانية، فدور العبادة قد حولها الحوثي إلى معامل بدائية للألغام يتفنن فيها بصناعة الموت لليمنيين. هنا الألغام الموجهة تستخدم لتفجير العربات، وهنا أيضا ألغام قد أعدها الحوثي على شكل حجارة للتمويه عليها ونشرها في شوارع الآمنين الأبرياء. يزرع بداخلها الصاعق
والمادة المتفجرة، ومن ثم يضعها في الشوارع وفي الأحياء السكنية. التلغيم في القوانين العسكرية عملية استباقية للانسحاب من الأرض التي يسيطر عليها الخصم، وفي هذا دليل واضح على الانكسارات التي تمنى بها ميليشيات الحوثي وسعيها الواضح الصريح إلى تحويل مدينة الحديدة الآهرة بالمدنيين أرضا محروقة. وفي سياق متصل، أمنت المقاومة الوطنية عددا من المواقع والمنشآت السكنية التي قامت الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام والمتفجرات فيها ضمن مشروعها في استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصناعية لتدمير اليمن وقتل اليمنيين. هكذا هو وجه الميليشيات الإجرامية الحقيقية، فكلما طهر الأبطال الأحياء والشوارع السكنية من دنس ميليشيات الكهروت الإجرامية تقوم بتفجيرها وتدمير كل جميل. هذه العمارة واحدة من عشرات العمائر التي تعتبر أكبر عمارة ارتفاعا في مدينة الحديدة، وهي واحدة من عشرات العمائر التي زرعتها الميليشيات الغام ومتفجرات. هذا هو مشروع الميليشيات الدموية واستشهاد عدد من أبطال حراس الجمهورية أثناء تطهير أكبر عمارة في الحديدة، وبرفقتهم عدد من الأسرى التابعين للميليشيات الدموية أثناء اقتحام وتطهير العمارة تم أسرهم. جديرا بالذكر إن الميليشيات الإجرامية لم تبالي حتى بمرتزقتها الأسرى الذي لا زالوا في أيدي الأبطال. ميليشيات لا تراعي أي حرمة، فيما أبطال حراس الجمهورية بدورهم الوطني باشروا في انتشال جثث الشهداء ومن برفقتهم من الأسرى الميليشياوية. سوف نلحقهم إلى فقوفهم ونحرر مناطقهم وبعدهم حتى آخر نفس لهم بإذن الله. هنا أستشهد الأبطال أثناء تطهير عمارة خالد عبد النبي التي تعتبر أكبر عمارة في عروس البحر الأحمر مدينة الحديدة، وكان برفقتهم عدد من الأسرى التابعين لميليشيات الكهنوت الإجرامية، وتم انتشالهم من تحت الأنقاض رغم قيام الميليشيات بقصف المكان بقذائف المدفعية والهاون بهستيريا جنونية، فضلا عن قيام الميليشيات بقصف المصانع ومستشفى 22 مايو وسط المدينة. هذا الاستهداف الدموي للأحياء السكنية والمصانع ومنها مصنع إخوان ثابت، هذه الأدخنة التي تتصاعد من المصنع هي المرة الرابعة وليس الأولى يتم استهداف المصانع بشكل هستيري من قبل العناصر الإرهابية الميليشاوية، رغم قيام أبطال القوات المقاومة اليمنية بإخماد الحرائق السابقة في الاستهداف السابق في المصنع، إلا أن الميليشيات تقوم بنفس العمل بقصفه للمرة الرابعة وتتصاعد الأدخنة بوتيرة عالية واستهداف خزانات الوقود بحرم المصنع. كل هذا الإجرام والتدمير بحق المواطنين المغلوبين على أمرهم يرفع من عزيمة الأبطال لتطهير ما تبقى من ميليشيات الظلام عصابة كهفمران وكلاء الخميني وطهران، وتطهير الوطن شبرا شبرا وليس فقط مدينة الحديدة. لقناة اليمن اليوم، عبد الوهاب المران من مدينة الحديدة عروس البحر الأحمر. إلى ذلك، أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على قصف مستشفى 22 مايو والواقع داخل مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترقى جميعها إلى جرائم ضد الإنسانية. مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أكد أن الميليشيات الحوثية قاصفت بالدبابات والمدفعية مستشفى 22 مايو وألحقت به أضرارا فادحة، وأضاف المصدر أن القصف استهدف المستشفى بشكل مباشر رغم أنه بات بعيدا عن مسرح المواجهات بدون أي مبرر، وقامت باستغلال الهدنة وضرب المستشفى بالدبابة والهوان.
وتمثل معركة الحديدة محطة فاصلة ذات أهمية استراتيجية وعسكرية واقتصادية في طريق معركة استعادة الجمهورية وهزيمة الميليشيات. لكن هذه المعركة تتقاطع فيها ملفات ومصالح دولية تؤثر على سير المعركة وتعرقل مسار التحرير، بما يخدم مشاريع إقليمية ومصالح دول كبرى. الحديدة المعركة الأعلى سخونة على الأرض والأكثر اهتماما في دهاليز الساسة ووسائل الإعلام خلال الأسابيع والأيام الماضية، لحد الإيحاء ألا حرب في اليمن سواها، وأن ليس هناك جبهات أخرى كنهمة وصرواحة وحجة والبيضاء وصعدة لم يتحدث وزراء الحكومات الغربية عنها، ولم تبدي المنظمات الإنسانية قلقا حيالها، ولم يستميت الحوثي فيها كما يستميت في الساحل الغربي، وهو لا يكاد يحصي قتلاه فيه عددا. يجيب مواطن بسيط: وما قيمة تلك المناطق في نظر الحوثي مقارنة بالحديدة؟ حتى وإن كان مسقط رأسه وبيته، فالحديدة شريان حياته وضمان بقاء حركته، ومتى ما سيطرت عليها القوات المشتركة قضت الحوثية خنقا، فهي مصدر تهريب سلاحه ونفطه الإيراني الذي يبيعه للمواطن بثمن باهظ ليمول حروبه ويملأ جيوب جماعته، إضافة إلى ملايين الدولارات التي يجنيها سنويا من مينائها. خلال أيام تسارعت الأحداث في الحديدة، وبدت أنساق الحوثي الدفاعية تتهاوى بشكل لم يتوقعه أحد. لجأ الحوثي إلى سلاحه الأخير وقرر هدم الحديدة على رؤوس ساكنيها، فلغم المساجد والبنايات والطرقات، ولم يكتفي بذلك بل لغم حتى جثث قتلاه، منتهكا كل القوانين الإنسانية والشرائع السماوية. ورغم ذلك ظلت القوات المشتركة تقضم الحديدة قطعة قطعة، ودوارا تلو آخر، وشارعا يليه شارع. وبدت أيام الحوثيين، بل قل ساعاتهم في الحديدة، معدودة. سارع الحوثي إلى الظهور بخطاب اعترف فيه ضمنيا بالهزيمة، متوسلا أتباعه الذين فروا من الحديدة العودة إليها، مستغيثا برجال القبائل لكن دون ما جدوى، وأن له من مجيب وهو وأتباعه غرقا في بحر الحديدة الملتهب نارا. لكن ثمة مستجيب لبى استغاثات ومناشدات الحوثي، فجأة تقاطر الوزراء الغربيون إلى المنطقة، جاءوا عشاء يبكون وقميصهم الوضع الإنساني وحماية المدنيين. وهنا يتساءل مواطن بحسرة: الآن وأين أنتم مما حصل في اليمن منذ 4 سنوات؟ أو كلما ضاق الخناق على الحوثي جئتم لإنقاذه سراعا؟ لا أحد يريد استمرار الحرب، لكن الحوثية لا تحفظ عهدا ولا ترعى موثقا، وقس على ذلك منذ حروب صعدة حتى اليوم. في يونيو الفائت أوقفت الضغوطات الأمريكية والبريطانية المعركة، وخرج المبعوث الأممي مبشرا بجنيف 3 قائلا: من دخل جنيف فهو آمن. تعنت الحوثيون وتركوا المجتمع الدولي ينتظر على طاولة المشاورات، وبدلا من الذهاب إلى جنيف ذهب الحوثيون إلى الحديدة، ملأوها بكل أدوات القتل والخراب والدمار، معتبرين المشاورات فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم، وفعلوا ذلك حقا. اليوم تعيد بريطانيا ومعها فرنسا وامريكا الكرة، يجربون المجرب ويضغطون لإيقاف عملية تحرير الحديدة، وشماعتهم مفاوضات سلام قد تعقد في السويد. أما الحوثي فيستفيد من ذلك، يلغم مساجد وبيوتا وصوامع. وإن أردت العجب فاعجب ممن يصرخ الحوثي ليل نهار بالموت لهم، وما أن تضيق الدائرة عليه يكون أولئك أول من يلقي بسحرهم وعصيهم وحبالهم لينقذوه. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جمال الحميري، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله. ما أهمية استكمال معركة تطهير مدينة الحديدة؟ هي أهمية كبيرة، لأهمية الحديدة أهمية كبيرة جدا أخي الكريم، حيث أن الحديدة تمثل الشرايين الأساسي والمغذي الأساسي لميليشيات الحوثي اقتصاديا وعسكريا. طبعا هي الشرايين الوحيدة والأقول التي تنفس فيها الحوثيون، إذا انقطع الخط خط الإمداد العسكري
والاقتصادي على الميليشيات الحوثي، فلذلك تكون السقوط معاتي لها في كل منطقة في اليمن. فلذلك نقول أن قوة الصراع على اليمن يطرح إشكاليات معقدة في الأوضاع على اليمن وفي العلاقات بين القوى المتصارعة في هذا البلد، لأن القوى الناشطة بقوة السلاح متضاربة الأهداف مع بعضها البعض. حالة من الصراع المتداخل اختلفت فيها الاستراتيجيات، ينتقي فيها من هم أعداء بعضهم البعض ضد البعض الآخر. تعددت تلك القوى والطابع الإقليمي والدولي يعيد إنتاج حالة من تقاطع المصالح بين إيران وأمريكا وبين عدة أطراف، والوجود الأمريكي والبريطاني صار واضح وجلي، ودعمه للميليشيا الحوثي بشكل علني. وهذا ما يحصل اليوم، حيث تقاطع المصالح الدولية أصبحت في الحدودة. الكل يريد إنهاء الحرب، ولكن هم يريدون ما لا نريد. يريدون لهم الحرية وأرادوا لنا العبودية. نعم، ما قراءتك للدور الذي تلعبه بعض الأطراف الدولية لإنقاذ الميليشيات وعرقلة سير المعركة في الحديدة؟ هو هذا الوجود الذي تكلمت عنه سابقا، وقلت بأن هناك صراع، حيث هناك استراتيجيات أدى هذا الصراع المتداخل إلى مختلف الاستراتيجيات، التقى بين بعضهم البعض وهم كانوا أعداء البعض. هذا الصراع الذي أدى هو ناتج، أنا أقول لك حقيقة الأمر، ودائما نشير إلى هذا الشيء، إن الحل يمني. نقول إذا نحن كيمنيين وكساسة وكسياسيين هم من أدوا باليمن وأوصلونا إلى هذه النتيجة. الاختلافات الموجودة لدى السياسيين والمصالح، وأصدقت القول بأن الحل صار شبه خارج عن الأيدي اليمنية، والآن صارت أمريكا وبريطانيا تلعب لعبتها لدعمها، والواضح جليا في الفترة الأخيرة دعمها بشكل واضح وعلني للحوثيين، ويريدون توقيف الحرب أو الاستقرار على ما هو عليه أو كائن الآن، وليس ما يكون بعد تحرير الميناء أو استعادة الميناء من ضغطة الميليشيين، حيث ينقطع عليهم الشريان الاقتصادي والعسكري. ونحن نعلم جميعا ويعلم العالم أجمع بأن صار الميناء الحديدة هو المغذي الوحيد اقتصاديا وعسكريا لهذه الميليشيات. نعم، ما إمكانية التزام جماعة الحوثي بمخرجات أي حوار قادم، وهي التي تتنصل من كل الاتفاقات والالتزامات؟ هي اليوم تتنصل أيضا من اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار في الحديدة. يا أخي، هذه الميليشيات لا يجرب المجرب، فمرت مراحل، والميليشيات كلما اشتد عليها الضغط وكلما اشتد عليها الخناق في أي جبهات طرحت أسلوب الحوار، ولقد دربنا كثيرا، من جنيف واحد لجنيف اثنين إلى جنيف ثلاثة في الكويت في مؤتمر الحوار، كلها تعود تعلق شماعة إنها تعود لطاولة الحوار، وهي تستعيد ترتيب أوراقها فقط لا غير، وعمل خنادق في المدن واستعادة قواهم العسكرية أو الميليشياتهم في الجبهات فقط لا غير. أما إنهم أن يرضخوا للحوار، هذه الميليشيات ليس مشروعها يا أخي الحوار، وليس مشروعها السلم، وإنما مشروعها الهدم، ليس البناء أخي الكريم. يعني الحوار إنقاذ لها، هي إنقاذ استراحة محارب لا أقل ولا أكثر، والآن هي تتحجج بالحوار لتستريح قليلا، لا تجد الضغوط التي تواجهه الميليشيات في كل الجبهات. ولذلك نحن دائما نقول وحدوا جبهاتكم القتالية في كل المواقع وفي كل الجبهات في آن واحد. هل يستطيع أيضا السياسيون التوحد أيضا وجعل مصلحة اليمن هي العليا ونبذ المصالح التي تحدثت أنت عنها في بداية؟ هذا هو الأهم أخي في الواقع السياسي. هنا لم يتحد السياسيون، لم يتحد السياسيون على كلمة سواء، ويرؤون مصلحة الوطن فوق كل شيء، فوق المصالح الضيقة، وينسون الماضي. هذا ما أوصلنا اليوم، ما وصلنا إليه هو ناتج الخلافات السياسية، نتائج خلافة القادة السياسية التاريخيين في كل الأحزاب، ناتج عن خلافتهم وعدم نسيانهم الماضي والمحاكاة السياسية
وفضلونا لمصالحهم الشخصية والضيقة عن مصلحة الوطن. هذا ما أوصلنا إليه الآن هو ناتج عن تلك القوى. أخي الكريم، لماذا لم تتحرك الجبهات في كل المواقع، في البيضاء، في سعدة، في الساحل الغربي في وقت واحد؟ الحوثيين لا يمتلكون تلك القوى، ولذلك دائما نقول الحل يمني، ولا يمكن الحل مع هؤلاء الميليشيات بالسلم أو بالحوار. هؤلاء التحرير عسكري لا يتم إلا الخلاص ميدانيا منهم، التخلص من هؤلاء الشرذمة الموجودة التي حاولت أن تعيد اليمن إلى أن يضطر إلى الخلف. الدكتور جمال، إلى العبودية. لن يرتضي الشعب اليمني يا أخي الكريم، شعب حر يريد الحرية، يريد السلام، يريد الديمقراطية، يريد يعود إلى ما كان عليه قبل 2011. نعم. لا نريد نعود إلى دولة مدنية نرتقي إلى الأعلى، نعود إلى 50% ما كنا عليه في العام 2011 أخي الكريم. نعم. الدكتور جمال الحميري، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، شكرا جزيلا لك. استكمالا لتأمين كامل مثلث عاهم، نفذت وحدات من القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من السيطرة الكاملة على مثلث عاهم وعدد من القرى المحيطة به في محافظة حجة، وبذلك قطعت واحدا من أهم خطوط الإمداد للميليشيات. استكمالا لعملية التطهير التي ينفذها رجال القوات الحكومية في محافظة حجة، شنت وحدات عسكرية هجمات مباغثة على مواقع وثكنات الميليشيات تمكنت خلالها من استكمال تطهير مثلث عاهم وعدد من القرى المجاورة له في المحافظة في خطوة نوعية وخاطفة تكبدت خلالها عناصر الحوثية الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. إن شاء الله الآن نحن في مثلث عاهم، وإن شاء الله بعد ساعات ندخلهم حتى حرب، إن شاء الله بعد ساعات. وبذلك تكون القوات الحكومية استكملت السيطرة على واحدة من أهم مناطق الميليشيات وقطع خطوط الإمداد عنها. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة نفذت عملية عسكرية واسعة مسنودة بغطاء جوي تمكنت خلالها من إحكام السيطرة على قلب مثلث عاهم وست قرى مجاورة، مؤكدا سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح وأسر ثلاثة آخرين، كما تم استهداف ثلاثة أطقم عسكرية وعربتين. القوات الحكومية كانت قد نفذت مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية مماثلة باتجاه مثلث عاهم الاستراتيجي، تمكنت خلالها من قطع الخط الأسفلتي الرابط بين مثلث عاهم ومديرية مستبى لتستكمل السيطرة على قلب المثلث وعدد من القرى المحيطة. مثلث عاهم يعتبر الشريان الرئيس الذي يغذي جبهة حرض بالمؤن، كما يقطع خطوط الإمداد القادم إلى محافظة صعدة وعمران، وبالسيطرة على المثلث يسهل تحرير مديرية حرض ومستبى وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وفي سياق متصل، قتل وأصيب 15 من عناصر ميليشيات الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية دمت شمالي الضالع. مصدر ميداني أكد أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيات التسلل باتجاه موقعي العروسة ووحيد كنا جنوب غربي مدينة دمت، وأوضح أن القوات الحكومية أحبطت محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت 10 قتلى في صفوفها وخمسة جرحى، فيما تم أسر 4 من عناصرها. وتواصل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران محاولاتها اليائسة لاستعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحاولات تبوء بالفشل أمام ضربات الأبطال. هذا ويمثل تحرير عدد من القرى بمحيط مدينة دمت انفراجة لسكان تلك القرى الذين عبروا عن فرحتهم من التخلص من جماعة الحوثي الإرهابية بعد بطشها بهم لأكثر من 3 سنوات. في قمة السعادة والفرحة، أهالي الرحبة كانوا متضررين مشردين 3 سنين، والآن عدنا إلى مناطقنا وإلى قرانا. عادت الحياة إلى القرى المحررة في جبهة الضالع بعد دحر ميليشيات الحوثي منها التي جثمت على صدور المواطنين فسفكت الدم وشردت البعض وابتزت السكان لتحقيق مآربها الإرهابية. هذا هو جبل ناصر التي كانت مركز فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية، وكانت تقوم بقنص المواطنين والنساء والأطفال.
السلطة المحلية وعدد من أبناء قرى الرحبة وسوم ورمة والقرى المجاورة عبروا عن سعادتهم الغامرة بتطهير قراهم ومناطقهم من ميليشيات الحوثي الإجرامية التي عاثت فيها فسادا منذ أكثر من 3 سنوات. نناشد المنظمات الإنسانية ونناشد السلطات في المحافظة أن يمد يد العون لهذه القرى الرحضة والرمة وسوان والمعصر وحجلان، جميع القرى التي قد تم تحريرها بفضل الله تعالى وبجهود المقاومة الشعبية وقواتنا المسلحة في منطقة مريس. البطش الذي مارسته الميليشيات بحق أهالي هذه القرى بلغ حدا لا يطاق، منها فرض الإتاوات الجبرية لتغطية حروبها العبثية، وهو ما فاقم معاناة المواطنين. رغم أنهم عادوا إلى أوضاع يعني شبه مأساوية، عندهم بيوتهم مدمرة وأراضيهم يكتسيها الجفاف من كل اتجاه ومحتاجين لمساعدات وعون. دحرت الميليشيات من هذه القرى لكن آثارها الكارثية باقية، ومع ذلك فإن التخلص من جماعة الموت الحوثية هو الأهم. والحمد لله اليوم يوم عيد عند أهالي قرية الرحبة وسوان والأراضي والقرى المحررة كاملة. إلى محافظة تعز، حيث لقي قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي مصرعه مع عدد من عناصره في أعقاب هجوم نفذته القوات الحكومية على مواقع الميليشيات في جبهة مقبنة غربي المحافظة. مصدر عسكري أكد أن القيادي الحوثي المدعو أبو خليل قائد ما يسمى بالأمن الوقائي للميليشيات الحوثية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، لقي مصرعه مع عدد من عناصره في هجوم نوعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتحصينات الميليشيات في منطقة الكدمة في مديرية مقبنة، كما أمنت القوات الحكومية تبة حامد في عزلة اليمن بداية المديرية. ذلك تواصل القوات الحكومية عملياتها العسكرية التي أطلقتها في مديرية مقبنة بهدف فتح طريق الوازعية البرح مقبنة غربي محافظة تعز، بالتوازي مع معركة أخرى في مديرية جبل حبشي للسيطرة على الخط الواصل بين جبهة مقبنة وجبل حبشي والمعافر. القوات الحكومية تمضي قدما في تطهير مناطق جديدة في جبهتي الأشروح ومقبنة غربي محافظة تعز. صمود مقاتلي القوات الحكومية يتجلى في عودة الكثير من الجرحى إلى ميادين الوغى متحدين الإعاقة من خلال صعود الجبال الوعرة للمساهمة في التصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية والمساهمة في معركة الخلاص الوطني من فلول ميليشيات الكهنوت. مجامع عصابة الموت تم رصدها وتعقبها حتى أصبحت في مرمى نيران القوات الحكومية، ما أدى إلى تطهير تباب الزوم والراعي وسعدة وكذا قرية القوز بمنطقة الأشروح. المعارك لا تزال على أشدها في منطقتي الكويحة والشاهد والردمة، ما أسفر عن تدمير طقمين تابعين لعناصر البغي الحوثي ومصرع وإصابة كل من كان على متنه. الحمد لله ما تمت السيطرة، ثبت الخزانة هذه أمامكم وثبت الزوم بيت حامد هنا، والآن الردمة هي تحت الخط النار تمام، وفي معنا مجموعة برضو نزلت من الكويحة هنا على القوز تمام، تم السيطرة ودحر الميليشيات من هذه المناطق والآن وعودين برضو تحت خط النار. في أعقاب هذه التقدمات الميدانية باشرت الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية تطهير المناطق المؤمنة من الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها. وفي تعز أيضا شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفا عنيفا بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة على قريتي الأشروح ومدهافة، ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين. مصدر محلي أكد أن المصابين 6 مدنيون في 30s and 50s من عمرهم. وكثفت ميليشيات الحوثي قصف منازل المواطنين بشكل عشوائي في أعنف هجوم تتعرض له هذه القرى الريفية الواقعة بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وذلك بعد يوم من تحقيق القوات الحكومية انتصارات ساحقة. معنا عبر الهاتف من تعز العقيد عبد الباسط البحر، مساعد وقائد المحور للتوجيه المعنوي، مرحبا بك.
حياك الله اخي الكريم. البداية حمدا لله على المشاهدين جميعا. نعم في البداية حمدا لله على سلامتك. الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله اذا خير والدنيا والعافية والعافية موجودة بإذن الله. بإذن الله. ما آخر المستجدات لديكم في محور تعز؟ الحقيقة محور تعز خلال 24 ساعة الماضية شهد أعمال عسكرية قوية، تصاعدت الأعمال العسكرية بوتيرة عالية في غرب المحافظة. هناك تم المواجهة مع ميليشيات الميليشيا الحوثية في قرية القوج وفي أطراف جبل الحبشي، وأيضا برجلة اليمن تم تحرير سلة حامد وتم تحرير عدد من القرى والهيئات المرتفعة والمرتفعات في أطراف جبل الحبشي وايضا باطراف جبل باطراف مديريه مقدنه، وايضا هناك عدد من القتلى في صفوف الميليشيات الانقلابيه من ضمنهم قائد المجموعه ابو خليل وايضا ثلاثه من مرافقين، وهناك عدد من الجرحى وتم تدمير عدد من المعدات العسكريه التابعه للميليشيات الانقلابيه، والمعارك لا زالت مستمرة حتى صباح اليوم. الآن تشهد توقف نسبي منذ الظهيرة، وحتى الآن هناك توقف نسبي للمعارك في هذه الجبهة، لكن يعني حتى ساعات الصباح الأولى كانت المعارك على أشدها، وبإذن الله تعالى أن المعارك ستستمر حتى تطهير بقية أجزاء جبل الحبشي وحتى الوصول للخط الرئيس الرابط بين محافظة تعز ومدينة المقهى وتعز ومحافظة الحديدة. نعم. العقيد عبد الباسط البحر مساعد قائد المحور للتوجيه المعنوي، شكرا جزيلا لك. تتخذ ميليشيات الظلام الحوثية من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرصة لنهب الأموال وجر المزيد من المغرر بهم إلى معارك الجماعة العبثية، في حين كان الأولى بها دفع جزء من مرتبات الموظفين الذين لم يتقاضوها منذ أكثر من سنتين، عوضا عن صرفها في تحشيد الجماعة ومهرجاناتها الداعية للموت والخارجة عن قيم وأخلاق من أرسله الله رحمة للعالمين. محمد بن عبد الله الصادق الأمين أرسله الله رحمة للعالمين، وجعل الحوثيون من ذكراه مناسبة لكل جرم مشين، مناسبة دينية عظيمة يستغلونها بصورة همجية عقيمة، فبدلا من أن يحيوا القيم النبيلة التي جاء بها نبي الرحمة يدمرونها بتصرفاتهم الرعناء وجرائمهم الشنعاء التي اكتوت بها كل القلوب في الشرق والغرب والشمال والجنوب. يستغلون مناسبة المولد النبوي الشريف ليس لفرض فكرهم الطائفي فقط، وإنما جعلها مناسبة لاستغلال الشعب الذي يعيش وضعا استثنائيا وظرفا قاسيا. يأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى دعم مناسبة المولد النبوي، يضاعفون معاناة المواطنين بفرض حضورهم كي يسجلوا تواجدهم أمام الكاميرات فقط. يبذلون الغالي والنفيس بالترغيب والترهيب لإحضار الناس إلى هذه المناسبة الجليلة كي يظهروا أمام العالم ولهم شعبية كبيرة، رغم أنهم يدركون حجم حضورهم في الشارع اليمني الذي ضاق ذرعا بهم جراء المعاناة التي يتسببون بها. في كل عام منذ احتلالهم صنعاء يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، وأهدافهم أهداف سياسية معروفة للقاصي والداني، ومن وراء هذا الاحتفال جريمة أو جرائم خططوا مسبقا لارتكابها، كما حصل قبل عام عندما اغتالوا وطنا وقتلوا شعبا باستهداف زعيمه الشهيد علي عبد الله صالح والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الشهيد الأستاذ عارف عوض الزوكا،
واليوم يخططون لجرائم أخرى تحت رداء النبي الكريم الذي قال إن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. عصابة باغية مجرمة طاغية لا يهمها أن يموت العالم أجمع من أجل سيدهم وفكره السلالي الطائفي المقيت الذي جاء لاستعباد العباد والسيطرة على ثروات البلاد. ها هم يا نبي الرحمة من يدعون الانتساب إليك زورا يسومون الناس سوء العذاب وأكثروا في البلاد الفساد ناسين أن الله يمهل ولا يهمل. يحولون معتقداتهم ويحرفون نهجك القويم ويسرقون باسمك وينهبون المناصب والوظيفة العامة دون النظر إلى الحق والكفاءة. أنزلك الله للمساواة والعدالة بين الناس بينما هم يقسمون البشر إلى عبيد وأسياد. جعلك الله نورا وجعلوا من مناسبتك ظلاما. أوحى الله إليك وقال على لسانك لا إكراه في الدين بينما هم يجبرون الناس على اعتناق فكرهم ومذهبهم عنوة دون مراعاة أو احترام لمشاعرهم وأحاسيسهم وحقوقهم. أمرتنا بأن المؤمن لا يكون كذابا بينما هم باسمك يكذبون كما يتنفسون ولنهجك القويم يحرفون متجاهلين أن إرادة الشعوب من إرادة الله وأن لكل ظالم نهاية وللباطل صولة ثم يضمحل. فيصل الشبيبي اليمن اليوم. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. ميليشيات الإرهاب الحوثية تواصل استهداف منازل المواطنين في التحيتة بمحافظة الحديدة. أحييكم يا رجال الرجال. تعال يا جماعة. هي عيشة واحدة. يا عشنا بكرامة. يا دهنا أنفسنا تحت الأرض. ونعاهد شهدائنا بأن دماءهم لن تذهب هدرا. ونلتقي في ميدان العزة والشرف والكرامة بإذن الله. تستمر الميليشيات الحوثية في استهداف المدنيين في مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة عقب تطهيرها منها من قبل قوات المقاومة اليمنية بشتى أنواع المقذوفات وصواريخ الكاتيوشا في ظل الصمت الدولي الذي يبدو أنه أصبح أعمى البصر والبصيرة. قذائف ميليشيات الحوثية الإرهابية تستمر في حصد أرواح الأبرياء بمحافظة الحديدة ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الحرب العبثية التي أشعلتها الميليشيات، حيث انهالت بصواريخها ومدافعها الإجرامية على المدنيين بمديرية التحيتة، وأدت إلى نشر الخوف والهلع في نفوس الأطفال والنساء في جرائم لم تحظى بانتقاد المجتمع الدولي. الحوثي استهدفت المنزل حقنا في داخل التحيتة، واستخدمت الهول إلى ضرب المواطنين الأبرياء في منطقة التحيتة، ثم تعود ليليا دائما والصباح والمساء في كل ساعة وفي كل وقت تستخدم الهوانات إلى المواطنين. الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية أكد أنه خلال الأيام القليلة الماضية
تم رصد جرائم ميليشيات الحوثية التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تمثلت في إطلاق عشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على عدد من القرى في المديريات التي حررتها القوات المشتركة للمقاومة اليمنية، حيث راح ضحية همجية وعنجهية الميليشيات العشرات من المدنيين الأبرياء. الأطفال هم وقود هذه الحرب الهمجية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، فعلى غرار استخدامهم وقودا لحربها العبثية تمطر عناصر الإرهاب الصروح التعليمية بالراجمات الصاروخية لحرمان جيل كامل من الالتحاق بالمدارس والعيش كبقية أقرانهم في العالم. ميليشيات الحوثي هتفت منازلنا ومدارسنا، لا نقدر نخرج نلعب عند بابنا، المواطن يستاهل هذه. ميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل التنكيل بالمدنيين من خلال قصفها الهستيري للأحياء السكنية في مدينة التحيتة، ودمرت العديد من المنازل بقذائف حقدها التي تطلقها بشكل يومي ضمن مشروعها التدميري الذي يستهدف اليمن واليمنيين دون تفريق. وفي مديرية التحيتة سقطت عدة قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الإجرام الحوثية على منازل المواطنين في قرية بين الدخن من عدة اتجاهات وبشكل همجي، ملحقة أضرارا جسيمة بمنازل ورعبا وهلعا بأطفال ونساء. جعالة الأطفال المهدية لأطفال قرية بني الدخن، بدل أن نعطيهم الحلوى نهدي. نشرت منظمة العفو الدولية على صفحتها في تويتر صورا تدل على أن الميليشيات الحوثية تتوغل في أحياء الحديدة، ما يمنع المدنيين من الفرار إلى بر الأمان خوفا من فقدان منازلهم ويعرضهم للخطر بسبب الهجمات المميتة. وذكرت المنظمة أن الحوثيين يقومون بنشر المقاتلين والمعدات العسكرية في أماكن مثل المستشفيات ومنازل المدنيين، حيث اكتشف موظفو المنظمة كما في الصورة أن عناصر الحوثي تقوم بوضع حرف الفاء الذي يرمز إلى كلمة فارغ على المنازل المهجورة في الحديدة. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. مصرع عدد من القيادات الحوثية والعثور على معمل لتصنيع الألغام والمتفجرات داخل أحد المساجد بمدينة الحديدة. ميليشيات الحوثي تواصل زرع الألغام والمتفجرات واستهداف المستشفيات والمنشآت. الميليشيات تحول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى فرصة لنهب الأموال وتحشيد المزيد من المقرر بهم للقتال معها. لقاؤنا في النشرات القادمة، في أمان الله.